بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفل دولة الإمارات بيوم العلم في 3 نوفمبر من كل عام. اليوم تم الاحتفال في دولة الإمارات على مستوى كل إمارات الدولة في إمارة الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وعدد كبير من الشيوخ وأصحاب السعادة رؤساء الدوائر والمدراء والجمهور وفئات شاركتنا من جمعيات مختلفة في إمارة الشارقة. طبعا إمارة الشارقة أقامت هذه الاحتفاليات كذلك في مختلف مدنها، ونتمنى إن شاء الله من رب العالمين أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات، وهذه المناسبة دائما يعزز المواطن والمقيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للجميع، ونشكر الفريق فريق العمل قائمين على هذا التنظيم الرائع.